نتحدث بصراحة. أولا يعني أنت بالتأكيد لست جزء من أي كيان سياسي، كشخص سياسي مراقب، نحن استضفناك كمراقب ووجهة نظرك بما يتعلق بهذا المشهد. أنت قلت إن المستقلين سبق وقدموا مشروعا سياسيا للخروج من الأزمة الحالية، ولكن الإطار التنسيقي لم يأخذ بهذا المشروع، أو القوى السياسية بشكل عام لم تأخذ بهذا المشروع ولا أخذت بأي نقطة من عنده. عندما نرى اليوم الإطار التنسيقي يدعو المستقلين إلى ترشيح مرشحهم للمستقل لرئاسة الحكومة، هل تعتقد أن هذا الطلب هو مجرد إسقاط فرض؟ يعني أنه ما معناه أنه إحنا طلبنا من المستقلين يدزونا مرشح ودزونا بس هو مو صالح، وبالتالي لا يمكن اختيار رئيس حكومة مقبل مستقل. نعم أتفق معك، يبدو أنه الأمر هكذا. وأنا يعني شخصيا كمراقب كمحلل سياسي لا أرى أنه هذه الطريقة ناجحة في تشكيل حكومة واختيار رئيس وزراء بهذه الطريقة. هذا استسهال للأمور، يعني رئيس الوزراء هو أعلى منصب يعني في البلد، مسؤول عن أداء الحكومة، عن يعني أمور كثيرة، يعني هو قلب الحياة السياسية وأهم منصب في البلد. فانه نكون بهذه الطريقه نقول لهذه الجهه وتلك قدموا لنا اسم وهم سوف ربما يختلفوا وتطرح اسماء، يعني حقيقه هذه الطريقه يعني لا تنم عن نضج سياسي من وجهه نظري. يعني ينبغي ان يكون هنالك رؤيه واضحه وتحديد. اصلا انا يعني اصلا يعني كمراقب ارى انه قضيه تسميه رئيس الوزراء ينبغي ان تكون لدى اي كتله او جهه سياسيه قبل ان تخوض الانتخابات، أو على الأقل بعد ظهور النتائج، حتى يكون لديها رؤية ومشروع واضح. ولهذا أنا أعتقد السيد مقتدى أحدث شيء من التغيير في مبادرته لما طرح مبكرا أنه أنا مرشح لرئاسة الوزراء، سمى الرجل، والرجل أيضا كتب مقال في الصباح وعرض وقال أنا في حال يعني كأنما يريد أن يقول أن برنامجي هكذا، أولوياتي كذا، رؤية الخروج البلد من أزماته كذا. بغض النظر عن موقفنا من يعني سماحة السيد مقتدى أو مرشح لرئاسة الوزراء، لكن أعتقد هي بالسياقات السياسية المعمول بها في معظم الديمقراطيات يعني الناضجة في العالم هي هذه. نعم. أن تكون لك أنت مرشح منذ البداية. طيب، مرشح واضح لديه رؤية أيضا واضحة قيادي في الإطار التنسيقي. أما نبقى منذ يومين قال بأنه 48 ساعة المقبلة ستحدد شكل وملامح الحكومة، وبأنه تشكيل الحكومة بات قريبا جدا. ما مدى وجاهة ذلك في ظل التعقيدات الحالية وفي ظل الخلافات الحاصلة داخل الإطار، خاصة وأنه كثيرين يؤكدون بأنه ملامح الصراع الداخلي بين قوى الإطار التنسيقي بدأت بالظهور للعلن؟ واضح هنالك ربما يعني ربما هي لا ترقى الى نسميها صراحة، هنالك واضح تنافس يعني محموم بين يعني قوى الاطار حول يعني من يترأس الحكومه او ربما حتى على الوزارات تاليا. لكن اعتقد انه هذه ايضا ليست بالمساله المستعصيه، يعني لا ينبغي ان تكون هذه هي العائق. اما يعني البلد الان بحاجه الى انه اما نتفق على الحكومه الحاليه او تشكيل حكومه جديده. حتى رئيس الوزراء نفسه اليوم قال لها بصريح العباره وكررها اكثر من مره، وهذا يعني هو المنطق السليم يقول ذلك. الشارع يريد انه يعني تغيير، يريد اذا لم نقل تغيير على الاقل انه خلاص انه ان تحسم الامور. اما نبقى البلد بهذا الشكل من يعني شكل من اشكال الفوضى السياسيه، عدم وضوح الرؤيه، لا نعرف ماذا تحمل لنا الايام القادمه، يعني هذه حقيقه ليست طريقه يعني لاداره البلد. هذه تعطي يعني رساله ايضا للخارج، احنا الان خطونا خطوات على الاقل على صعيد السياسه الخارجيه جيده، نحظى باحترام المجتمع الاقليمي، المجتمع الدولي، العالم الان يرحب بعوده العراق لانه يمارس دوره.